بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا مقعية مقع تيمك برامجته مسجد كهداية وحان دماندت كمسلمين تاقودهان قارهان وهم بليين ايا ووتهن يدين ايا عيد الأضحى المبارك ومانتنا لسو مناسقالكي عرفة عاونا هبينك عيد عيد ومناسبة لنعنا فرحات بدن له وانا مناسبة عبادات بدن له باحن يهي كاران تدك حجك تشوف إلهي وكم مغعب يوم الحج الأكبر مانك هذا عيدنا ومانك معلومات طبعا كاوسي فضلق بدن كمال هان ونوع عسل ويجري معلومات وفضل بدن يوم النحر مانك حورها لك ورعا ibaadadkii salaadii iyo gowracii iyo dadkii xajkii gudanayay badan baa isugu tagay dadka kalena waxaa sunno waa inay ilaaliyaan sunankii ciidda loo baahan yahay mar hadday salaaddu soo gasho maqribkana la gaaro takbiir ayaa la doonayaa in si joogto ah loo qaado guryaha jidadka xaafadaha suuqyada ولتكبروا الله على ما هداكم إن الله تكبير صدا إذا انقاب قار وقصب جرين كعيدكم مبارك تقبل الله منا منكم صالح الأعمال عمش صالح وحيا صمين الله نقا أقبله كوا صوى صعودنا الله نوا فتشيه إذن عيد إذن إنقا يا أمد يا نبا إنقا الدين يا دنيا وكفى عن الله النبات قارسيه إذن فرحد هذا الدون كان فرحدة آخر ودن بقرنا ضعف عمل كان الله أقبل الله نقدره وما تنتهين مر والباء جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.